خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي، أكد سعادة السيد عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند الصديقة أن السفارة بدأت فور بدء تفشي فيروس كورونا بحصر أعداد البحرينيين بالهند ووضع جداول لتجميع ثم إجلاء المواطنين. جرينا أول إحنا في نفسنا، نحصن نفسنا في السفارة والموظفين والعاملين في السفارة والدبلوماسيين أساس نقدر تالي نقدر نشتغل. فأخذنا إجراءات كثيرة طبعا حسب الإرشادات اللي وردتنا من وزارة الخارجية، وبدأنا من هناك اتصالاتنا مع المواطنين في جمهورية الهند. طبعا جمهورية الهند مثل ما تعرفها قارة، يعني 29 ولاية 7 أقاليم، فلازم نعرف البحرين بالضبط، احنا نعرف بعضهم في وين لأن يتصلون فينا ونتابع معهم، لكن كان همنا نعرف وين المجموعات الكبيرة. بدأنا نحصر عدد المواطنين في وين، وسوينا برنامج ونشرناه على أجهزة التواصل الاجتماعي على أساس الناس تتصل فينا، سميناه وجهتي على أساس أن احنا نبي نرجعكم، والاتصال يكون لسفارة البحرين في دلهي على أساس نجمعكم وتالي ناخذ القرار الرئيسي وين نروح. فالحمد لله بالتشاور مع الوزارة والتشاور مع الدبلوماسيين صار القرار ان احنا ننقل هذين المواطنين الى نقطتين، لان كان صعب التحرك في الهند، يعني كان مثل ما تكون حظر حظر بمعنى الكلمة، حتى الدبلوماسيين كان تحركهم محسوب عليهم. وضعنا خطة مع الدبلوماسيين، بس عاد الخطة ما في طائرات ما في سيارات وما في قطارات. شلون نوصل دي الناس لنقطة الإجلاء؟ فاضطرينا ننسق مع وزارة الخارجية في الهند واللي هي عطتنا دعم كبير بحسم يعني العلاقات الطيبة اللي بين مملكة البحرين والهند اللي أرسى قواعدها القيادة الرشيدة، فسهلونا إن احنا نتحرك. يعني احنا خذنا تقريبا بالضبط 9 أيام، لأن أول شيء نبي نحرك الناس من مثل ما قلت لك 9 ولايات. 2، 9 أيام نبي راحة المواطن. هدفنا كان من الأوامر والتعليمات اللي جاتنا من اللجنة التنسيقية ووزارة الخارجية المواطن وراحته. سعادة السيد عبد الرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند الصديقة أكد أن التوجيهات للسفارة هي الحرص على سلامة وراحة البحرينيين في الخارج، مشيرا إلى ثناء العديد من المسؤولين والدبلوماسيين في الهند على التجربة البحرينية في مكافحة كورونا. الحكومة غير جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد هم اللي لهم الشكر اللي عطونا هذا التوجيه وطلقوا يدنا أن نعمل لراحة المواطن البحريني في الخارج وفي الداخل، لأن مثل ما قلت لكم قبل شوي هذا وباء ما حد يشوفه حق يقول عارفه وين جاية، الله يكافينا شر الأوبئة، لكن كل الخطط اللي نشوفها اليوم قدامنا هي واعدة أن احنا قاعدين نمشي في الطريق الصحيح. وهذا يعني من أبسط الأمور أن بعض الدول بعض وزراء الصحة في الدول ما أحب يعني أتطرق لها أثنوا على تجربة البحرين والطريقة اللي البحرين تعاملت لمواطنينها وللوافدين والساكنين في هذا البلد الطيب. كيف يعني مكرمة جلالة الملك أن كل اللي عايشين على أرض البحرين يعاملون معاملة المواطن ما حد سواها للحين، يعني كنا كلنا سواسية، ليش يعني ما نشوف الحقيقة كلنا؟ هذه خلت الإخوان في الهند والمسؤولين في الهند، لما احنا عندنا تقريبا مجموعة كبيرة من الأعمال الوافدة من الهند من مهندسين أطباء إلى آخره، خلت المسؤولين هناك يحسون أن البلد هذه ما فرق بين أي واحد ساكن على هذه الأرض الطيبة.